طيب اذا طلعنا هلا على هذا الفايل نراجع مراجعه سريعه، خلينا اعمل له رن. انا حاطط هون زاويه 45 درجه، اذا متذكرين هذا الاي سي فاريبل فولتج اللي بغير الفولتج ما بغير الفريكونسي، فبنغير الفولتج عن طريق تغيير الفايرنج انجل. 3 فيز سيستم، فعندنا 2 اس سي ارز هون، 2 اس سي ارز هون، و2 اس سي ارز هون. عم نعمل درايفنج للسكوريل كيج اندكشن موتور، وحاطين هون نفس الشيء زي ما حطينا بحاله الاي سي، حطينا انيرشيا. قديش قيمة الانيرشيا انت حاططها؟ نفس 1 على 0.05، وحاطين كمان نفس الشيء، وهذا نفس المحرك حتى انت اخذت نفس المحرك، فهذا بالضبط نفس المثال اللي اخذناه في الفيربل فريكونسي. نحاول نعمل رن ونشوف. هلا مجموعة الكيرفز اللي بتطلع هاي، انت الكيرف طلعتها اكسبيرمنتالي على زوايا مختلفة، هي مجموعة الكيرفز عندي 45 50 55 60. هذا ملاحظين هون واضح انه ما تغيرت الفريكونسي لانه السينكرونس سبيد نفسها. هذه هون ايش هاي؟ ار بي ام، هاي ار بي ام كانها مش هيك، راديان بير سكند، لانها 150 150 راديان بير سكند. وتغيير الفولتج ايش عماله بصير بالكيرف؟ عماله بنعمل له سكيلينج، وهذا لانه تورك مع ايش بتناسب التورك؟ مع مربع السرعه. هلا مربع السرعه مرتبط بالزاويه بس مش مرتبط لينيرلي، في كوساين ريليشن شيب اظن بين الاثنين. مع ايش؟ عفوا؟ التورك بتناسب مع مربع، عفوا التورك بتناسب مع مربع الفولتج. هيك انا حكيت شيء بالسرعه. اوكي، التورك بتناسب مع مربع الفولتج بهذا الكيرف اللي موجود هون. فكل ما نزلنا الفولتج بنربع الفولتج بتناسب مع التورك، ولذلك هون لما نغير الزاويه بتغير الفولتج، بتتغير بتغير التورك. هلا هون المفروض انه خلص، نطلع هون نشوف. هاي ايش؟ هاي كانت السرعه، هاي الار بي ام، السرعه ان ار بي ام مضبوط؟ وهذا هون التورك، اوكي؟ في لسه فلكتشويشن بس اخف من اول. هدول ايش اللي هون؟ اوكي، هذا الكرنت. وهذا هون الفولتج. هلا الزاويه تقريبا كانه مش عم بيعمل هو يعني تقريبا كانها كونتينيوس مش هيك؟ زيرو. قديش اعطاني السرعه هون؟ طلع عليها هون مره ثانيه. تقريبا قريبه من الهاي، خلينا نحط زاويه اكبر، قديش الزاويه اكبر احطها؟ 60. حط 60. نعمل رن. واللود قديش انت حاطط لود؟ تورك؟ نفس ما ترى فيدباك هذا اللي هو هذا مش هيك؟ 38 نيوتن متر، هذا اللي محسوب اللي هو الريتد تورك. اوكي، هي صار عندنا هون هلا فلكتشويشن، خلينا نطلع على هاي. عندنا في كمان فلكتشويشن، يمكن لازم نزيد الانيرشا اكثر. لو زدت الانيرشا بروح زيد الانيرشا، بدي ازيد الرقم اللي هون. قديش انت كنت تحطه؟ واحد ولا كبير؟ واحد كثير بصير. قد ايه؟ نص. اوكي، موصلش. واضح ايش اللي عم بيصير هون؟ زدنا الانيرشا، فالتور بده وقت حتى يعمل تسارع للانيرشا، فبده وقت اطول. هاي جرب نزل الانيرشا ل 0.1، قديش كانت 0.05 ل 0.1. اوكي، الى حد ما هون احسن شوي، بس بعرف شو السرعه اذا مبينه معها نزلت السرعه. اوكي، لسه في هون فلكتشويشنز حوالين هاي، المفروض الواحد اذا بده يعملها بشكل طويل انه يزيد الزمن وبعدين يزيد الانيرشا ويزيد الفيسكس فريكشن. خليني احاول ازيد الفيسكس فريكشن. نعمل هذا 0.1. لسه نفس الشيء عندنا هون دامبين. حطها 0.5.
اوكي هي اشتغل الدامبينج. طلع الان هنا السرعه، هي واضح ان السرعه نزلت عن الحاله الاولى، هي تقريبا هلا السرعه حوالين 890 ار بي ام لما غيرنا الفايرنج انجل من 45 ل 60 مش هيك؟ نرجعها مره ثانيه للقيمه السابقه ونشوف ان هون تقريبا 890. لو رجعت الان الفايرنج انجل الى 45 نمر. اوكي اوكي تقريبا 920، ففي 30 ار بي ام اختلاف بين الحاله الاولى والحاله الثانيه. اوكي الفولتج عماله ببين ساينوسويد رغم انه احنا عاملين فايرنج انجل، بس الكرنت هذا الفولتج، انت ماخذ الفولتج اللاين فولتج ولا السورس فولتج؟ السورس. السورس فولتج. اوكي عشان هيك مش مبين الاختلاف فيه، مبين في اختلاف واضح في الكرنت مع تغيير الفايرنج انجل. في طبعا هون ديستورشن في الكرنت، اذا عمل لو عمل زوم على الاكس اكسس شوفوا شكل الكرنت ويف فورم واضح انها قديش ديستورتد. اوكي اذا هون احد الاشياء اللي ساعدتنا نثبت الهاي هو الفيسكس.